منورانا الجميله ايمي سمير غانم النهارده في بوابه اخبار اليوم. ازيك يا ايمي؟ ازيك يا حبيبتي، كل سنه وانتم طيبين. مبارك لك النهارده على فيلم هاتولي راجل، وعايزين نعرف الجديد اللي بتقدمه ايمي من خلال هاتولي راجل. الجديد ان الفكره نفسها جديده، فيلم هاتولي راجل فكرته صايعه، ستات بتسيطر على الرجاله، فده فكرته لوحدها بتضحك. انا شخصيا بحب الحاجات الغريبه دي اللي يعني زي سمير وشهير وبهير وهاتولي راجل والحاجات اللي هي اللي فاهمة يعني شيكو فهمي وهشام كتبوا سمير وشهير بري، كانت فكرتهم مختلفة. كريم فهمي يعني العيلة دي تحس ان هي فيها حاجة غلط، فاهمة؟ فأنا بحب الدماغ دي، فاهمة؟ زي أفلام أحمد مكي وبرده يعني فاهمة، يعني في ساعات كده حاجات غريبة كده بتبقي تحس ان الدور شدك. يعني أنا عملت دور فرخة، أنا بحب أسمع أي حاجة غريبة تمام. ففيلم هاتولي راجل رومانتك كوميدي، محمد شاكر مخرج شاطر جدا، كريم فهمي مؤلف شاطر قوي، ممثلين احمد فيشاوي ويسرا لوزي وشريف رمزي وميرات وانا وكريم، كلنا عاملين الادوار تحس ان اكزامبلز حقيقيه في حياتك، تحس واحد صاحبك ومراته عاملين كده، في واحد صاحبك تاني وصاحبته عاملين كده، فاهمه؟ فهو حاجات حقيقيه. انا مشاكلي زوجيه انا وجوزي، بدل ما راجل يبقى هو السيد وهو اللي بيشتغل وانا اللي بغسل وبتاع، انا اللي بروح الشغل وهو اللي بيغسل مواعين، يعني مشاكلنا زوجيه مدمره له حياته شويه. فانا اصلا بكره نوع الرجاله ده، فبسطت بالدور ده مخصوص علشان يعني متعصبه منه فعايزه اعمله، وفي الاخر احس انه هينكسر. كواليس العمل بقى، ومعاكي فنانين جمال جدا، شريف رمزي ويسرا لوزي، مجموعه جميله جدا، كلمينا عنهم. كلهم اصحابي، نصهم انا متربيه معاهم، يعني كلهم. احمد هشام ممثل شاطر جدا، شريف رمزي ممثل هايل، يسرا لوزي طبعا صاحبتي يعني اقرب واحده ليا في الوسط الفني، ميرات كمان متربيه معايا من احنا صغيرين، فعايزه اقول لك كاني بروح البيت. وكريم فهمي طبعا اعرفه كويس، ومراته صاحب يعني فاهمه، فتحسي ان انا بروح عيله. ومحمد شاكر كمان مخرج صغير سنا شاطر بيفهمنا، فهو ما شاء الله مش عايزه اقول. ما خفتيش من العمل مع مخرج لاول مره يخرج عمل زي هاتولي؟ لا خالص، قعدت معاه حسيت ان هو مخرج عنده حاجه، يعني عنده رؤيه، حافظ الفيلم كويس قوي، مركز فيه، تحسي ان هو حافظ كل كاركتر، شاطر قوي يعني ما شاء الله، فحسيت ان هو شاطر فاشتغلت. هاتولي راجل هيبقى كريست العيد، علشان نازل مع مجموعه افلام ليها طبيعه شعبيه، شايفاها ازاي؟ انا بحب الافلام الشعبي، فاحنا هنشتغل ان شاء الله والافلام الشعبي هتشتغل، بس احنا مود تاني غير شعبي خالص. بس انا شخصيا هروح اتفرج على كل الافلام الشعبي، وهجيب كل الناس اللي في الشعبي اقول لهم يجوا يتفرجوا على هاتولي راجل ان شاء الله. ايمي بتحضر ايه الفتره الجايه؟ بحضر مسلسل طويل كده شويه مع شركه سوني، مسلسل لايت برضو ان شاء الله يعجبكم، بس لسه ما اي حاجه هتلاقيني غريبه. بص يعني هشتغل عاديه بعد كده ان شاء الله، لان الغريب ابتدى يخلص، بس ربنا يسهل. نشكرك جدا يا ايمي معانا. Thank you.